السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كنت تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا بعض التعليق كانوا طلبوا مني قبل ما المرض، طلبوا مني بغرير، واليوم غادي ندير معكم بغرير ونتمنى تقبلوا عليا، ونتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم. ورا الوالده ما كايناش، راه مشيت عند الوالده ديالها قالت لي تصوبي بغرير ونمشيو. قلت لها سبقيني، انا غادي نشوفكم مع خوتي المشاهدين وتما نتلاقاو. ودابا ما بقى الا نبدا. انا راه عندي بزاف كيسان السميده، لك سوم كاس ديال المحلابه ديال الرايب، خمسه الكيسان عبرتهم. هنا عندي الملحه، السكر، الخميره، علقه معلقه من الحاجه. دابا غادي نبدا ندير الماء. ندير خمسة الكيسان ديال الماء، واحد دابا درت تلاتة، جوج عاد نبدا نزيدهم. خالص هنايا ما كتجي جاريه، ما كتجي قاصحه لا بين وبين خمارة، حتى غادي نبغي نطحنها عاد غادي نديرها، وخليكم معايا حتى نطحنها. خلطت الكميه الاولى وديت الكميه الثانيه، هنايا الخليط ما كيجيش قاصح، باش ما كتجيكش البغريره قاصحه، كتجي خفيفة. وانتم معايا حتى غتخمر ونتلاقاو. انا غادي نغطيها بالبلاستيك من الفوق وعاد ندير لها المغطاية. معايا السلوفان ضروري كتغطى، وخا دابا الصهد ضروري ما تغطى. انا السلوفان هذا من نهار شريته هو شاد معايا العكس، ما عرفتش مالو تيبغيش يلصق. تنشوف شي سلوفان دغيا كيلصق على الطاسة ولا على السبيرة ولا اي حاجة، دا لا خدو صافي. خليكم معايا حتى نبدا نخبز. دابا غادي نبدا نخبز. هنايا غنجيب مغرفة ونخلي الكلمة الوالدة معاكم. السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ تحية لخوتي المغاربة الأصيليين الطيبين، تبارك الله عليكم، تحية لكم داخل الوطن وخارج الوطن، تحية لخوتي الجزائر الأصول الطيبة كذلك المبارك فيها يا رب العالمين. شكرا لكم. اليوم لالا مريم راه كدير لنا بغرير، وانا راه كنتسنى بغرير ان شاء الله. ياك لالا مريم؟ اه غنتبعو مع مريم ان شاء الله، غنديرو البغرير وغنتبعو يطو. يطو مشات عند الوالده ديالها الميمه، ايوا غادي نتبعها ان شاء الله. بسم الله. لالا مريم داكشي راه كدير غزير ولا داكشي؟ شويه صاحبي ياه، غير شويه ما طيع ليش المورا، تزيد طلع لي الكرام، راني غنعرف. ها انتما هي كطيب. كطيب تبارك الله، هذا كتقتق. خليك داك غنعيل لك هادشي. لا ما كتعادش. ايوا تابعونا ان شاء الله، تنوجدوا الكاس كرد ان شاء الله. انتما هي يطبط لي. انتما هي هي كطيب، انتما كت قب. خليكم معايا خوتي العزاز. انتم معايا دوسها طيب. نتمنىكم تقبلوا على بغريري، ونتمنى يكون خفيف على قلوبكم، نتمنىكم تشاركوه وتقولوا تردوا عليا كيف جاكم، وتحيه لكم كبيره. وانتم خليكم معايا تنحيي داك قدامكم. هنايا كي دير التقيبات ديالو، نتمنى تقبلوا عليا خوتي. ورا الوالده راه عندهم ميمتها، قلت وحشتهم ويمشي نشوفها، قلت
حتى ديري بغير ومشينا وياك حتى لا لقيتي راه كيما تجلسيش مع امك بزاف مع دابا الظلام الحال تسيري انت تسبقيني جلسي مع الوالده وانا دابا نتبعك ندير بغرير بغيتي تصورني ولد خالي دير بغرير ونتبعك قلت لي صافي هي جات من جنات ولا تمشي تما هي تقبت كامله دابا صافي هي طابت دابا اخوتي كندهن انتمايا البغرير ديالي كمل نتوما وجد اخر وحده درتها كبيره اللي كلا هذيك صافي تكهم نتوما عارفين بغرير دغيا كيكهم تتاكلي حبه صافي ما كتزيديش هيا كنتمناها ليكم ان شاء الله الطبيصيل نهدي اخوتي المشاهدين قبل منا حنايا دابا غادي نهز طاري وغادي نمشي عند الوالده عند الميمه عندي ميمه يطون عندي ميمه في الطون حتى هي كنعيط لها ميمتي الله يخليها لنا والله يطول في عمرها تعاونها مسكينه راه مريضه كنحط في الطبسيل عاد تندهن غادي تراولوا لي بزاف ديال المواعد قاص غسل غسل اللهم كندير في يديا ودهن حسن خليكم معايا على من دهن ما بغيت ندير دابا جيت نديرو اتاي راني شللت حبوباتي درت السكر غادي ندير الماء سيرو ودابا خوتي انا وصلت بغري الوالده وطيبت اتاي وراه كما كتشوفوا السطح فيه الظلام وراه ما كاينش البوله باش ما صورناش معكم السطح قلت لها نوضي نصوروا في بوزنا ونمروا خوتي المشاهدين بالسلامه عندو خوالاتي كسكروط الوالده ونخلي الكلمه للوالده السلام عليكم خوتي المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير تكونوا في صحه جيده يا ربي نتوما وليداتكم ودابا كما كتشوفوا لاله مريم جات عند الميمه عيط لها قلت لها ديري وجديد انا بغريت يعجبني بغريت بنتي وتتعرف بنتي ديرو كي قالها دوك كانت تسيني تا نديرو عاد نجي قلت لها قالت لي لا قلت لها سير سبقيني انت انا جلست مع الميمه شحال خوتي باش حتى من العيد ما جيت عندها ما جيت حتى انا سبق عند الميمه وانت ديري بغرير وتبعيني هكا كان دارت الله يرضي عليها فرشه برضه دارت لي بغرير وتبعته لي وانتم هما اللي الخير والخمير واللي درناها نشاركوها معكم وراني بغيت نشارك معكم جلسة الحباب العائله ولكن اخوتي الظلام السطح البولا نهار قليل الضوء ديالها وكاين اللي ما كيبانش وكاين اللي ما كيبانش لا كلشي يبان معايا المهمه تتبان معايا لا خلي من الوالده ولكن اخوتي دابا الضوء قليل فيها ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله نصاوب البولا السطح ان شاء الله مره اخرى نشارك معكم عائله كامله نبينها لكم راكم نتوما عائلتنا وانتوما حبابنا ما كاين حتى شي واحد وما نطولوش عليكم هذا الفيديو ونتمنىكم تقبلوا عليا نتمنى بغرير ديالي يعجبكم ونتمنى نكونوا خفافين على قلوبكم ودائما الجيم ديالكم وابوني ديالكم زوينه تحيه لكم كبيره نتلاقاو في فيديو جاي وبسلام عليكم.